تاني بعد الفاصل مع الدكتور علاء الدين ناصر استشاري علاج طب الطبيعي الطب الطبيعي وعلاج السمنه والنحافه هيكلمنا النهارده في مرض الامراض مرض الامراض اللي هو مرض السمنه مرض السمنه ده مرض خطير جدا 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 ليه بنقول عليه مرض الامراض؟ لان هو فعلا بيسبب امراض كثيره جدا جدا النهارده هنحدد اول حاجه بيأثر فيها عليها مرض السمنه للشخص اللي هو بيق... مع مريض السكر مرض السمنه ومريض السكر هنتكلم فيه باستفاضه مع دكتور علاء ونشوف هو بيأثر معانا ازاي انا بحضرتك دكتور علاء في برنامجنا حوار مع طبيب اهلا وسهلا دكتور معز اهلا وسهلا آه النهارده حضرتك هتكلمنا عن مرض السمنه وتاثيره على مريض السكر بيعمل ايه مرض السمنه مع مريض السكر خلينا الاول نتكلم ان مرض السمنه بيتسمى ام الامراض أكلم. يعني يعني كل الامراض تقريبا ممكن تكون سببها هي السمنه أكلم. يعني ممكن واحد يجي يشتكي مثلا من ضغط عالي بيشتكي من مشاكل في الغضاريف بيشتكي من مشاكل في الركبه بيشتكي أوه. من نهجان، مش عارف ينام، بيشتكي من شخير بالليل م. وممكن يروح لكل واحد من دول اخصائي عشان يعالجه، في الحقيقه ان السمنه هي سبب لكل ده. طبعا طبعا موضوع السمنه مع مرض السكر دي دي قصه يعني ثابته وان السمنه بتادي للسكر طبعا، لكن طبعًا. الاشكاليه في علاج السمنه بالنسبه لمريض السكر هي دي اللي عايزين نتكلم فيها. طبعًا طبعًا. ان دكاتره البطن طبعا هم ناس فوق راسنا طبعا لكن للاسف هم بيعالجوا مرض السكر مم. من ناحيه واحده السكر عالي بيدوا دواء السكر واطي السكر بي 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 واطي بيدوا سكر مش السكر سكر للمريض وبس لا مش لا مش بيظبطه بس هي الاشكاليه ان هو بيزود ويزود أيوة. يعني لو السكر واطي يقول له كل سكر كل أوه. حاجات فيها سكر أيوة. لو حلل سكر مثلا لقى مثلا 60 50 يبقى كده السكر واطي تزود نسبة السكر اه شوية. كل شوية م -م. طيب لو السكر عالي يديله دواء أقراص طب لو هو عالي قوي يبقى يديله انسولين طب لو عالي اكتر يزود له الدواء يبقى يبقى لاحظنا ان هو بيزود في الحالتين بيزود اكل وبيزود آه بيزود دواء احنا مف... بنتعامل مع مريض السكر عشان يخس بطريقة مختلفة تماما م -م. يعني مش بس بيشغلنا قصة ان السكر في الدم يعني المقياس مظبوط ولا لا احنا بيشغلنا هل العيان في حق يعني كله على بعضه ما ممكن انا اعالج مرض السكر لكن العيان بيزيد ودي طبعا. الاشكاليه دي هو بيبعته بيبعت عيان السكر اللي هو عنده سمنه عشان يخس بس بيقول له خلي بالك ما تنزلش كميه الدواء ودي حقيقه غير صحيحه م -م. وفي اعتقاد تاني سائد ان مرضى السكر ما بيخفوش وده كلام برضو مش صح م -م. يعني الحمد لله في حالات كتير جدا جدا لما وزن العيان بينزل السكر بيتحسن وبيخف وبيبطل دواء تماما ده اكيد وده كتير أكيد. حصل من أكيد. كده اكيد طبعا ان السمنه اهم حاجه لما مريض السكر بالظبط ما انا سمين يعني السكر عندي مش هيبقى مظبوط ايوه ده الطبيعي ايوه طبعا مرض السمنه احنا مش بنقول ان هو بياثر على السكر بس لا ده بياثر على حاجات كتير جدا زي القلب وزي الضغط وزي حاجات كتير قوي لو اتكلمنا على السمنه عامه يا دكتور مفهومها ايه الاول؟ قبل ما نتكلم عن اي حاجه يعني ايه مريض سمنه اه مريض سمنه يعني ها. يعني بياخد او يعني بيتناول كميات من التغذيه اكتر من اللي هو محتاجها فبالتالي آه. الجسم بيعوض الكميات الزياده دي في صوره تخزين للمواد الدهنيه تحت الجلد والتانى وزنه بيزيد. طب اعرف منين؟ كنا زمان بنعمل حاجه بسيطه كده، دلوقتي ما بنعملهاش لان أيوه. يعني في يعني قصه علميه مختلفه، كنا بنقول الطولة دي إيه مية وسبعين. مية مية الطول قد ايه؟ 170 نشيل رقم 100 او 102 اخر حاجه مية من وزنه 100 يبقى مم. مثلا 70 كيلو ده الرقم آه. المناسب، لكن الحقيقه مش كده دلوقتي ودي نقطه مهمه حضرتك سألت فيها شكرا يعني مم مم ان ان النهارده في اجهزه اسمها الامبادي، الاجهزه دي بتقيس حاجه اسمها الفريمز يعني الناس مش كلهم زي بعض في طبع. حاجه اسمها فريم عريض عريض وفي حاجه اسمها متوسط بيسموه ميزو وفي حاجه اسمها اقل شويه هو الرفيع بنشوف بالظبط العظم دوت يناسبه قد ايه من الوزن، فممكن كده. جدا يكون نفسه الطول اقول والله انت المفروض توصل ل 70، نفس الطول اقول له لا 75، آه. نفس الطول اقول له لا انت 65 المفروض، يبقى الجهاز هو اللي بيحدد الكلام ده مش آه لكن لو احنا عايزين كده يعني بالبلدي لا يعني مش مش هيطلع مظبوط يعني. أيوة أيوة النقطة الثانية إن مجرد إن أنا أكون يعني فاهم إن التخسيس هو إن وزني ينزل ده مش صح، مم. مم. لأن ممكن الوزن يكون بينزل دهون. ما بينزلش ع... ده حاجه كويس آه. ممكن يكون وزني بينزل عضلات بس. ودي حاجه مش كويسه أيوة. انه ينزل عضلات مم. فالجهاز اللي احنا بنعمله كل متابعه بنشوف بقى نسبه الدهون قد ايه نسبه العضلات قد ايه ودي نقطه مهمه لأن ممكن يكون آه. الوزن اللي نازل ده وزن كاذب اه طبعا طبعا ده اكيد آه يعني بنقول ان مريض السمنه الاول اول حاجه بيعملها انه بيتابع مع الاخصائي الاول دكتور مختص في الموضوع أكيد. تمام آه في ناس في اعتقاد خاطئ قوي وشائع بيقول انا بعمل دايت مع نفسي في البيت انا شفت برنامج معين على تلفزيون او جبته من على اليوتيوب وماشي عليه وخسيت واخويا وجاري وحبيبي وابني خسوا عليه هل ده حاجه صحيحه والله في بعض الاحيان بيبقى كويس بعض الاحيان يعني عشان بس أبقى انا راجل صريح يعني بعض الاحيان بيبقى كويس بس في كتير من الاحيان ما بيحصلش ما بينزلش يبقى ساعتها لازم انا اعرف ايه سبب السمنه سبب السمنه مش واحد عند كل الناس أيوة. بعض الناس بيبقى عندها سبب السمنه هرمونة يعني حاجه هرمونيه أو. زياده في نسبه الكورتيزون في الدم زياده في نسبه في يعني نزول في في هرمون الغده الدرقيه تي 3 والتي 4 يعني هرمونات الغده الدرقيه اللي موجوده في الرقبه آه آه بتنزل الهرمونات دي لو نزلت الأول. بيبدا يزيد فهو هرمون الغده الكظريه الغده الكظريه دي آه. غده جار كلويه الهرمون دوت لما بيزيد بيعمل زياده في الوزن ممكن آه. يكون بياخد بعض الادويه ومش عارف ان الادويه دي مسببه له سنة. زياده في الوزن. اه طبعا مسببه آه. فلازم نبقى عارفين وبالتالي نمشي آه. في العلاج المظبوط ده اللي انا بقوله يا دكتور يعني انا دلوقتي مريض سمنه مش هتبع نظام عمله بحد تاني هو خس قدامي اه لكن خس بطريقه اولا عشوائيه طريقه مش صحيه طريقه نزل مثلا عظم مش دهون نزل بطريقه مش صحيه خالص انا باكل كذا ما بتعشاش بمشي كتير لا ما هو في حاجات تانيه مرضيه لازم انا نعالجها هي مش بس في كده مم. ان هو لما بيجي بعد ما عمل النظام دوت أيوة. بيكون تحولت الكتله العضليه في جسمه لكتله قليله جدا طبعا ال ال وحده الحرق في الجسم البشري هي العضلات آه. الراجل بيخس اكتر من الست لان الراجل عنده عضلات اكتر من الست آه. وحده الحرق زي الموتور في العربيه كده نقول الله الموتور ده بيستهلك بنزين الموتور ده ما بيستهلكش آه. ليه الراجل بيخس اكتر لان عضلاته اكبر فلما بيخس بطريقه خطا بيبدا نقل. الكتله العضليه دي بتنزل وبالتالي كما. هو بيح هو بتتصور ان الدهون بتنزل حقيقه لا وده ما تماما يعني الدهون حاجة. بتستنى زي ما هي ايوه طبعًا. لكن اللي هيدخل مثلا على قناتي على اليوتيوب انا شارح الكلام ده في فيديوهات كامله ازاي ان الكتله العضليه بتنزل والكتله الدهنيه بتزيد يعني اللي بيعملوه دوت احنا ساعات بنعمله مع مرضى النحافه عشان حاجه اسمها تخليق مخازن الدهون، يعني بتوع النحافه بيكون عندهم مشكله ان ما عندهمش مخزن يخزنوا فيه الدهون. الدهون بتاعتهم اه فاحنا ساعات بنعمل يعني حاجه معينه كده هم بيعملوها خطا في أوه. الانظمه الغذائيه اللي بياخدوها من الانترنت أوه. ومنها طبعا نظام يعني مضر للغايه اسمه نظام الكيتو او الكيتوجينيك دايت. لا يعني ما هو ده اللي انا هسال حضرتك فيه تمام. تحديدا تمام. سبقتني انت بسؤالك حضرتك، تمام. السؤال المهم اللي انا بطرحه على حضرتك واللي انا عايزه اطمن بيه المشاهد قوي وعرفوا ان ده خطا شائع وبنحط تحتها مليون خط نظام الكيتو هتكلمنا حضرتك عنه في الدايت كيتو دايت ايه راي حضرتك الكيتو دايت ده دا بروباجندا كبيره جدا موضه زي موضه الفساتين عند الستات وانتشر في فتره من الفترات والنهارده للاسف يعني شيء مربح جدا بعض الاطباء بي عن طريق اشتراكات على الواتساب وغيره بيبعت لك النظام الاعلانات موجوده على الفيسبوك بكميات كبيره جدا ايه بقى الكيتو ايه هو الكيتو هو نظام بيعتمد على الدهون 70 ل 80% دهون أوه. و 10 ل 15 ل 20% بروتينات وبيمنع النشوات تماما تمام. النظام دوت ثبت ضرره جدا يعني النظام ده قصته ان ان كتير من اللي بيمشوا على نظام الكيتو ما بيدورش يستمروا عليه اكتر من شهرين, شهرين ل 3 فكان في مشكله في الابحاث العلميه على نظام الكيتو عند البالغين أوه. لكن نظام الكيتو كان بيوصف للاطفال مرضى الصرع ايوه يعني اطباء يعني النفسيين من زمان جدا م من م من الستينات من الخمسينات القرن الماضي أوه. كانوا بيوصفوا نظام الكيتو اللي هو نظام الدهون ده فلقوا ان لما بيوصفوا نظام الكيتو ده عند الاطفال مرضى الصرع ال 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 الصرع بيتحسن ودي حقيقه فهم دول ال ال العينه اللي الفئة كملت الفئة المستهدفه اه اللي كملت وبدانا ان احنا ندرس م عليها أوه. فوجدنا ان الاطفال دول عانوا من مشاكل جامده جدا مشاكل اولا تكوين الحصوات في الكلى بسبب زياده افراز الكالسيوم وال 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 والصوديوم أوه. في الكلى مشاكل في الكسور في في العظام مشاكل كمان في الكبد أوه. في حاجه اسمها الكيتو فلو أوه. بيصابوا باعراض زي اعراض البرد ووهن شديد جدا أيوة. الاشد من كده ان في ابحاث وكل ده موجود على القناه عندي على اليوتيوب اللي عايز يخش يتفرج أوه. الابحاث العلميه المثبته المحترمه من المراكز المحترمه العالميه الموثقه اللي الاطباء نفسهم بيحترموها عشرات الابحاث بتقول على ضرر الكيتو ان في بعض الحالات حصل وفاه من من نظام الكيتو من النظام اه تمت دراسه نظام الكيتو على الرياضيين وبتوع كمال الاجسام لمده شهرين بس ووجدوا ان في نزول شديد جدا جدا في الكتله العضليه ونزول في بعض الفيتامينات زي فيتامين سي. الاخطر من ده كله حاجه اسمها التريس او المعادن او العناصر الغذائيه النادره. <applause> العناصر الغذائيه النادره ديت زي السيلينيوم وزي الفلور وال... يعني في عناصر غذائيه دي العناصر دي مهمه جدا للوظائف الحيويه للقلب وغيره وجدوا ان 27 عنصر بيقل جدا اللي بيمشوا على نظام الكيتو. <applause> فانا بنصح كل الناس ما يمشوش على النظام دوت، النظام ده خطر وحتى لو كان في طبيب بيقول لك امشي على النظام ده لا، طب اعمل ايه؟ لا الصح ان الوجبه تكون متوازنه، يعني ايه وجبه تكون متوازنه؟ يعني ايه وجبه تكون متوازنه؟ يعني ببساطه شديده جدا 50% نشويات، 50% نشويات لكل وجبه و25% بروتينات و5% ال في المية بكتير دهون والباقي والباقي الياف من الخضروات والفاكهه ده النظام الصحيح ده النظام الصحيح اقلل بقى في الكميات مش مشكله اكتر في الكميات اه هزيد بس مش هيحصل لي ضرر أوه. يعني هي مش الاشكال ان انا ابقى وزني عالي ولا وزني قليل المشكله تكون في صحه جيده أوه. يعني لو عندي واحد مليان سمين وفي نفس الوقت هو صحته كويسه افضل ولا واحد رفيع ومعندوش طاقه ومش قادر يطلع مش قادر يتحرك فانا الافضل طبعا ان هو يكون في وزن المناسب وفي نفس الوقت يكون في صحه جيده الكيتو ثبت ضرره بيزود نسبه الكوليسترول في الدم بيعمل جلطات في القلب وفي المخ وثبت كمان الاصابه بالوفاه المبكره والوفاه المفاجئه يعني هو ضرر خطير ضرر جداً. ضرر لكل انسان ده نصيحتي للناس بصراحه يعني. فاحنا بنقول ان هو الكيتو دايت حاجه غلط ومعلومة شائعة مش صحيحة خالص إن هو فعلا بينزل كتير بس ليه أضرار كتير بتوصل لحالة الوفاة طب دكتور علاء أنا في سؤال بيطرح عليا دلوقتي إن أنا بقول الناس سألتني فيه كتير قوي لازم تسألنا دكتور علاء عليه قوي يعني إن أنا عملت دايت مع أكتر من طبيب وماشية بنظام غذائي وماشية شوف بقى بيقولوها إزاي على المسطرة ومع ذلك ما خستش ليه؟ والله يعني اكيد تجاوبني تقول لي ليه اه اكيد مش إن... مع دكتور علاء احنا بنقول مع اي دكتور وحتى مع دكتور علاء مثلا او مع دكتور علاء آه. ما ليه لان هو في طرفين لو م. لو هو اصلا ماشي على نظام مظبوط يبقى آه. مشكلة في الطبيب لو م... لو ماشي لو الطبيب لو هو ماشي <applause> ملخبط يبقى لازم ي... لازم يمشي كويس في, في النهايه لازم يتحدد يعني احنا أيه. كاطباء احنا اهم حاجه عندنا حاجه اسمها التشخيص، الدكتور وظيفته التشخيص, التشخيص مش بس العلاج، يعني, يعني, يعني لو انا عرفت التشخيص ممكن اي حد يعرف بعد كده العلاج، لو كان المشكله مشكله هرمونيه زي احنا ما قلنا م. وهو اصلا شغال عمال نقلل في الاكل عمال في الاكل بيحصل ان المشكله الهرميه تتفاقم يعني مم. لو عندي نقص في الغده الدرقيه وانا أوه. عمال اقلل في الاكل ما بقلل في بيزود بقى يبقى اللي بيحصل يبقى انا عمال العيان يزيد مم. وهو في نفس الوقت عيني طالع عينه أوه. فاذا كان تم التشخيص كويس بالاجهزه المظبوطه بالتحليل المظبوطه يبقى اهم حاجه نشخص آه. الاول وبعد كده نبدا الدايت بتاعه هو هو ده السبب هو السبب الرئيسي وبعض الاحيان كمان بعض الناس اهم حاجه عندها انها تمشي على الرجيم بس وده مش صح على فكره لان هي الموضوع نوعين يعني في حاجه اسمها داخل وفي حاجه اسمها طالع اللي داخل هو الاكل واللي خارج هو الطاقة, الطاقه الرياضه طبعا. فهو اصلا لو دايما اسال مثلا الحاله مثلا يا استاذنا انت عملت ايه اتحركت النهارده عملت لا عملت رياضه الاسبوع ده لا ما عملتش بس والله دكتور ما اكلت خالص طيب دكتور علاء احنا اتكلمنا اهم حاجه عندي في حلقتي اللي هو الكيتو دايت وحضرتك اتكلمت لنا فيه باستفاضه جميله تمام. احنا بنشكر حضرتك عليه جدا المعلومه دي اه طبعا كده على طول اهم حاجه عندي سؤال. نصائح حضرتك العامة كده كلها ايه لمريض السمنة إيه عشان نبقى مطمئنين لأن برنامجي اسمه حوار مع طبيب ومع مسؤول مهم في المرض فاحنا عايزة كل مشاهد قاعد النهارده يتفرج علينا يقول فعلا أنا طلعت بحاجة مهمة اللي هي نصيحة الدكتور اللي استضافته الأستاذ عزم ما يدعيش عليا بعد الحلقة <applause> إيه نصيحة حضرتك بقى؟ لا إن شاء الله مش هيدعي دي أهم حاجة أيوه. أه <تصدق> إيه النصيحة ما تعملش ريجيم من دماغك كويس؟ واذا حبيت تعمل ريجيم انا قلتلك على النظام ازاي؟ مم. 50% نشويات في 25 بروتينات و5% دهون وامشي آه, رياضة. طبعًا. اه طبعا اه طبعا ولازم الخضروات والفاكهه الطازه مش طبعا الناس عندها الخضروات الفاكهه يعني الطبيخ بتاعنا الطبيخ دي مش الخضروات والفاكهه لا الطبيخ عباره عن زيت وسمنه بنكهه <applause> الباميه ونكهه الفاصوليا ونكهه الملوخيه طبعا طبعا لكن اقصد الخضروات والفاكهة يعني خضروات طازة. طازه اه ايوه يعني مم. خيار وطماطم وجزر وخس وجرجير بتسلى كده أيوة. راية دلوقتي البنجانيه أيوة. أيوة. مش عارف ايه الجوافه مش وال... طبق خضار وال... بقى بسمنه والبلح مم. وال ها و و طبعًا. والمانجا طبعا اللي كانت موجوده وان كنا أيه. في بنقلل حاجات معينه طبعا, طبعًا بنقول مش كل عيان. خالص بس بنقلل النقطه الثانيه ان لازم تتشخص كويس بالاجهزه المظبوطة تعرف الفرق اليومي بتاعك قد ايه بيتحسن ولا لا الكتله العضليه بتزيد مع الرجيم ولا بتقل ايوه الكتله الدهنيه بتقل ولا لا نسبه الكوليسترول في الدم نزلت في حاجه اسمها كوليسترول ضار وكوليسترول نافع بعض الناس مش الكلام ده أوه. لازم اعرف هل الكوليسترول الضار بيزيد ودي حاجه مش كويسه مع ان انا بخس هل الكوليسترول النافع بيزيد ودي حاجه كويسه ده, ده, ده الاساس والحركه طبعا بلا شك بلا شك الكبار يمشوا كويس م. ده اقل شيء والصغيرين يجروا نططوا على السيلنج حاجه كويسه طبعا طبعا ميرسي يا دكتور علاء لحضرتك شكرا بنشكر فعلا. حضرتك جدا شكرا جدا على المعلومات الجميله وان شاء الله كل من هو فعلا دخل على موضوع الدايت يكون استفاد من حضرتك النهارده في حلقتنا الجميله واستفاد من موضوع لك. الكيتو دايت ده دا اللي هو فعلا موضوع خطير بنشكر حضرتك دكتور علاء جدا جدا في نهايه حلقتنا واعزائي المشاهدين في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور علاء على معلوماته الجميلة دي وبنرجو نكون أسعدناكم كما سعدنا بكم كانت معكم عز الشام إلى اللقاء